كان واحد الرجل سميتو إساف وواحد المرأة اللي سميتها نائلة من قبيلة شرهم، غادي يديروا فاحشة في وسط الكعبة وغادي يمسخوا مولانا الحجرين، ورجعت قريش كتعبد هاد الأصنام من دون الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة وبصر بعد كل معلوم الله. سلام الله عليكم أينما كنتم، ورمضان مبارك سعيد عليكم يا أصحاب القلوب الرائعة. وكم أنا سعيدة بلقياكم في هذا البرنامج اللي كان هدف من أهدافي لهذا السنة. كنتمنى منكم أنكم تتبعوا الحلقات ابتداء من اليوم إلى آخر رمضان إن شاء الله. فاللهم إني نويت من هذه السلسلة أن أقرب من هو بعيد وأذكر كل ما نسي بسيرة حبيبنا وشفيعنا محمد عليه الصلاة والسلام. فاللهم وشهد. كيف كان عارفوا يا سادة الكرام أنه الإسلام هو رسالة عامة لجميع الناس في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. الإسلام هو الرسالة الكافلة والكافية والوافية بجميع مصالح الناس واللي فيها ساعدتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن في هذه الحلقة بالذات قبل ما ندخلوا في الولادة نتاع حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو الأول بغيتكم أنكم تجيبوا وليداتكم وكل من هو أقرب على قلوبكم وأجي نتكلم لكم على كيفاش كانت حالة الدنيا قبل الإسلام وخصوصا قبل ولادة الحبيب المصطفى. ولكن قبل ركزوا مزيان معايا في الحكاية نتاع اليوم أو في الحلقة نتاع اليوم، لأنه في آخرها غادي يكون سؤال باش نعرفكم واش كنتم مركزين ولا لا. مستعدين؟ لنبدأ. في حلقة الليلة غادي نذكركم كيفاش كانت حالة العرب في الجزيرة العربية، كيفاش كانوا تعيشوا في هذه الجزيرة. أصل العرب يا سادة الكرام كيرجع القحطان اللي هي واحد القبيلة وسيدنا إسماعيل النبي عليه السلام. غادي يعيشوا العرب في الجزيرة العربية واحد الزمن اللي هو طويل على التوحيد، كيعبدوا فيه مولانا وكيطوفوا بالبيت وكيحجوا، حتى غادي يوقع واحد الأمر اللي كان في سبابه عمرو بن لحي. عقلوا على هذه السمية مزيان. هذا عمرو بن لحي خرج من مكة قاصد الشام، غادي يلقى فيها واحد القوم اللي كيتسموا بالعمالق، لقاهم تيعبدوا الاصنام. غادي يستغرب من هادشي اللي تيديروا. فاش سولهم شنو هادشي قالوا ليه الاصنام شنو تديروا بها، قالوا ليه تنعبدوها. علاش؟ كنصروها وكتنصرنا ونستمطروها فتمطرونا، هادي تمطركم وكتنصركم. ايه وسنين طويله وحنا مجربينها. قال لهم عافاكم واخا تعطوني منها غادي يعطيوه صنم وغادي يديه معاه لمكه. لما وصل هاد خينا لمكه غادي يستغربوا اهل مكه، شنو هادشي معاك يا عمر؟ قال ليهم هذا صنم جيت به من الشام باش نعبدوه، نستمطروه فيمطرونا ونستنصروه فينصرونا. شنو هو؟ صنم يستمطركم وينصركم؟ قال ليهم ايه. المهم غادي يبقى مع اهل قريش حتى قنعهم، وهم اصلا كانوا على التوحيد، كانوا على دين اسماعيل، فغيقتنعوا القبائل وغادي يصنعوا اصنام وبداو كيعبدوهم من دون الله. وهاد الشرك غادي ينتشر ويدخل جزيرة العرب بسبب هاد خينا هاد الرجل عمرو بن لحي، حتى ولات لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللي كانوا تيقولوها. ولات العرب كتحج للبيت وكتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكت. وهكا بدت عبادة الأصنام. كان واحد الرجل اللي سميته إساف وواحد المرأة اللي كانت سميتها نائلة، كانوا من قبيلة جرهم، غادي يديروا الفاحشة أعزكم الله في وسط الكعبة وغادي يمسخهم مولانا الحجرين. ورجعت قريش كتعبدهم، كتعبد هاد الصنمين من دون الله، كيعبدوهم ومع ان الله هو اللي عذبهم في الاصل. وصافي هنا الاصنام غادي ينتشروا في كاع مكه، وفي كل دار كان صنم. وقبل ما كيخرجوا لشي سفر كانوا كيتمسحوا به، واذا رجع شي واحد فيهم سالم من داك السفر اول حاجه كان تيدير هي انه كان كيمسح في داك الصنم من جديد، ولو كيطوفوا عليها ولو كيطلبوها. تخيلوا معايا لدرجة انه كاين منهم اللي كيصنع الصنم من التمر وكياخدوها معهم في السفر، اذا جاهم الجوع كانوا تياكلوها، تياكلوا الاله ديالهم اللي كانوا كيعبدوا. فكانوا اهل قريش كيجيبوا الذبائح والقرابين وتيدبحوها عند هاد الاصنام باش يتقربوا منا، وكيقولوا هذه لله وهذه للاصنام والالهه ديالنا. العرب او الكفار قريش بداو كيصنعوا بزاف ديال الاصنام، لدرجة انهم تخيلوا داروا لهم بيوت ديالهم اللي كانوا كيطوفوا من حولهم من غير الكعبه. كان صنم اللات اللي كانت كتعبدوا منطقه الثقيف، اما منات كان عند منطقه الاوس والخزرج في يثرب، والعزة كان في واحد المنطقه اللي سميتها نخله. وقال مولانا تعالى في هذه الاصنام افرايتم اللات والعزة ومنات الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزه
وهكذا غادي ينتشر الشرك في الجزيرة العربية. وأصلاً هذه هي كانت غاية الشيطان، أنه ينشر الشرك في الأرض ويعيش مع هاد الناس في كل خطوات ديالهم. كان هذا هو المبتغى دياله ويوصل له، لدرجة أنه كفار قريش إذا بغوا أنهم يسافروا في سفر هو الأول كيطيروا واحد الطائر ويشوفوا الاتجاه اللي غادي يمشي منه. إذا هاد الطوير سلك اليمين راه كيتفائلوا كيمشوا فيها، وإذا هو سلك طريق الشمال راه ما كيمشيو فين. كانوا متشائمين لدرجة أنه إذا سمع شي حد فيهم صوت بومة أو لا شاف غير شي غراب كان كيضيق عليه صدره وكيعتقد باللي أنه غادي يصيبوا شي ضرر أو لا أذى في هذاك النهار. فوق من هذا ما كانوش كيتزوجوا في الشوال اعتقادا منهم باللي أنه ما غاديش يكمل هذاك الزواج ولا ما غاديش ينجح. عبدوا الأصنام وانتشروا الكهنة والسحرة وذبحوا لغير الله، ووصلت بهم الدرجة أنهم إذا نزلوا في شي وادي كيتعودوا بالجين والشيطان ماشي من الجين والشيطان. مثلا انهم تيقولوا نعوذ من سيد هذا الوادي من شر هذا الوادي، يعني غادي تنتشر امور خبيثه في مكه ومن حولها. العرب غادي تعيش الجهل والتعاسه، غادي تحل الحرام وتحرم الحلال، الزنا مباح، والنقى اذا ولدت 10 من الاناث تخيلوا كانوا تيحرموها وتيقطعوا لها ودنيها وكيديروا عليها واحد العلامات باش ما تتكال ولا تقاس. اما النكاح في الجاهليه كان عندهم 4 ديال الاشكال. عن عائشه رضي الله عنها زوجة سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كانت قالت ان النكاح في الجاهليه كان على 4 انحاء. الاول انها تنكح باذن الولي ديالها مثل النكاح نتاع اليوم. اما النكاح الثاني كان الزوج تيقول للزوجه ديالو سيري عند فلان وحملي منه، هي كتبقى معاه واحد بضع ليالي الى ان تحمل، ومن بعد كيجي عندها زوجها. اما الشكل الثالث المراه كانت كتختار 10 من الرجال اللي كانوا كيجيوها، اذا هي حملت تتختار ما ارادت من هذوك الرجال وكتجبره باش انه يكون ابا لهذاك الشيء اللي في كرشها. والنكاح الرابع ان الزانيه كانت كتوضع في الباب ديالها واحد الرايه باش يجيوها الرجال. اما اليهود انذاك والنصارى كان همهم الواحد انهم يجمعوا غير المال والسلاح ويقيموا الحروب ما بين الناس. هذه هي الحياه البهيميه اللي كانت في زمن الجاهليه. كان الخمر منتشر كيشربوه بحال كيشربوا الماء، وكانت الحروب وكان الاغتصاب وكان النهب. المراه ما كانتش عندها قيمه وكانت مهانه وذليله في مكه ومن حولها، وماشي غير في الجزيره العربيه لا، ولكن حتى في الحضارات الاخرين. كان اود البنات انذاك اللي كان منتشر زعما كانوا كيقتلوهم. احد الصحابه كيعاود القصه ديالو قبل ما يدخل الاسلام، انه لما ولدت الزوجه ديالو انثى غادي تكبر واحد شويه، وهو يقول للزوجه ديالو عافاك زينيها وجهزيها. سولاتو على شيك لاباس، قال ليها راني بغيت غير نزورها عند الاقرباء ديالي، بدات كتحلفني باش انني ما ناديهاش. وهو واخد بنته في الطريق غادي يبان ليه واحد البير، مره كيشوف بنته مره كيشوف في البير. بنته حسات بلي انه الامور ماشي هي هذيك، وهي تقول ليه كنحلفك بمولانا يا با ما تخونش العهد نتاع عمي. لما شاف وجهها والبكا ديالها غادي يرحمها، هادشي هو اللي قال. ولكن لما شاف عاوتاني البير من جديد شدته الغيره مره اخرى ورماها على راسها، وسمعها هي كتعيط ليه وتستغيث به حتى ماتت وخلاها. اي واحد في العهد الجاهليه كانت كتجي عنده شي بنيته وكان باغيها باش انها تبقى حيه كان تيخبيها على القوم، وكان كيتخبى من الذل ما بين الناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. حتى شي حضارة يا سادة يا كرام ما كانت كتكرم المرأة، آيه كانت تباع في الأسواق سواء كانت حرة أو لا أمة، زعما عبدة كانت مدلولة. تعرضت المرأة للأب بشع صنوف العذاب الإهانة والتحقير في الجاهلية، وكيتمثل هذا الأمر في بزاف ديال الصور، وهذا من غير الوعد اللي ذكرناه من بعض أفعال العرب. وفي راسكم بلي أنها المرأة كانت محرومة من الميراث نهائيا، ما عندهاش نصيب لها فيه، ما عندهاش نصيب فيما يتركه ولدها أو للوالد ديالها أو لأمها من المال. كانوا كيعاملوها على أنها سلعة كتورت، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. حتى غادي يجي الإسلام يا سادة يا كرام، الإسلام اللي جابه خير خلق الله والرحمة المهداة وهو يكرمها. ولكن رغم هادشي كله قريش كانت كتميز ببعض الأخلاق الحميدة اللي كانوا كيتميزوا بها. داكشي باش قال الحبيب عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم ماشي نعود من الأول. وهذا الحديث هو من أروع ما قيل في الإنصاف، فرغم أن سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام جاء باش أنه يهدم الجاهلية بالإسلام، إلا أنه غادي يشيد بما كان للعرب من أخلاق حسنة وإن كانوا قوم جاهلية.
كانوا العرب في الجاهلية كيتصفوا بالجود والكرم، كانوا عندهم إكرام الضيف بحال عبد الله بن جدعان اللي هو أحد سادات قريش، كان معروف عليه الكرم والجود، كان كيسلب للأغنياء باش يطعم الفقراء، وهذا الشيء اللي غادي يخليه في صدام مع أسياد مكة اللي كانوا أثرياء. في بداية الأمر ديالو كان ينفق من المال ديالو الخاص وكيذبح الذبائح اللي كانت بلا عدد إذا جاوا الناس للحج، وكيطعمهم وكيشربهم، كان كيكرمهم. أيضا كانت قريش تتمتاز بالرفادة، والرفادة معناها بلي أنها كتذبح الذبائح للناس اللي تيجيو للحج وياكلوا فابور. كانوا أيضا كيتميزوا بالعهد، بمعنى إذا عطاو شي وعد كيوفيو به، ما كانوش كيرضوا بالدل ولو كان على حساب أنفسهم أو لأولادهم أو الأهل ديالهم أو حتى المال ديالهم. كانت عندهم عزة النفس، كانوا كفار قريش كيعبدوا الأصنام وتيشركوا بمولانا، وكانت ليهم أعياد اللي كانوا كيستغلوها في تقليب القرابين وذبح الذبائح للأصنام وكيطوفوا من حولها. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مازال ما تبعتش والدين ضاع، ورغم هذا الشيء كانوا بعض المجموعات في الناس اللي كانوا قلال باقين مازال يعبدوا مولانا، اللي كانوا باقين مازال على دين سيدنا ابراهيم. في واحد العيد من الاعياد غادي يجتمعوا ربعة من الاقوام اللي ما كانوش يعبدوا الا الله، غيعتزلوا الناس وغادي يبعدوا منهم وغادي ينكروا ويرفضوا هذا الدين ديال المشركين او لعباده الاصنام. هاد الربعه كان زيد بن عمر بن نفيل وعثمان بن حويل وورقه بن نوفل وعبيد الله بن جحش، كانوا هاد الربعه اللي كيوحدوا مولانا وكيعبدوه. غادي يمشيو يتجمعوا ويقولوا لبعضياتهم واش على بالكم باللي انه هذا الدين اللي عليه اهل قريش راه ماشي هو بدين ابراهيم، والمعبود الوحيد هو مولانا. بداو كيتسائلوا شنو هي الاحجار اللي تيطوفوا من حولها، احجار ما كتسمع ما كتبصر ما كتنفع ما كتضر. غادي يتفرقوا هاد الربعه، كل واحد فيهم بدا كيقلب على الدين الحق. ورقه بن نوفل غادي يمشي يقلب ويلقى النصرانيه، تعلمها ولقاها احسن من عباده الاصنام، غادي يتمسك بها حتى بعث محمد، وغادي يكون ديك الساعه انا ذاك كبير في السن ولا اعمى، وغادي يتبع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اما عمر بن نفيل بدا كيبين العداوه ديالو للاصنام وباللي هو ضد هذا الشيء وراه كفر من جهته. كانت قالت اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه، كنت صغيره وشفت زيد متوسد الكعبه وهو تيقول لكفار قريش يا معشر قريش كفرت باللات والعزة وآمنت بالله وحده، وهو يحط الراحة ديال يديه على جبهته وهو يقول يا ربي والله ما راني عارف كيفاش نعبدك ولا نتقرب ليك، ولو كان كنت عرفت لعاملت بهذا الأمر، ولكنني كان عبدك بقلبي. الله الله، والقلب هو كل شيء يا سادة يا كرام. ما كانش كيقيس نهائيا الذبائح اللي كانت كتذبح قريش إلا بشرط واحد، إلا إذا ذكر عليها اسم الله، وإذا بان ليه بلي أنه شي راجل بغى يقتل بنته كان كيتدخل وكيمنعو لدرجة أنه كيخلصو ويشري منه ديك البنيته غير باش يعتقها. أما زيد بن عمر يا سادة مقرأ قرآن، ما شاف رسول الله ولكن قلبه دلو على مولانا، غادي يعذبوه ويضربوه حيت تيقول الله الله، وغادي يخرج من مكة يمشي للشام باش يقلب على دين مولانا، حتى بان ليه واحد الراهب اللي غادي يدلو على أمر مهم. سولو منين أنت؟ قال ليه من مكة من بيت إبراهيم. قال ليه الراهب رجع لبلادك ودابا. قال لي علاش ياك لاباس؟ قال لي هاد الزمن غادي يخرج فيه نبي وغادي يخرج من بلادك من شجيتي، في الطريق هو راجع غادي يشدوه ويقتلوه، ولكن قبل قال اللهم ان كنت انا حرمت من هذا الدين فلا تحرم منه ابني سعيد، حيتاش زيد كان عنده واحد الولد اللي سميتو سعيد ابن زيد اللي غادي يسلم وغادي يكون من العشرة المبشرين بالجنة. هاد الربعة غادي يتبتوا بالتوحيد وقلبهم غادي يدلهم على مولانا وسط الشرك اللي كان داير بهم. وهذه هي كانت حلقتنا اليوم، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم، وباش نعرفكم بلي انكم استفدتوا غادي نطرح عليكم سؤال من هذه الحلقه، سواء كان جواب خطا او صحيح شاركوني به. كيفاش غادي يدخل الشرك لاول مره للجزيره العربيه؟ خليوا لي تحت التعليق ديالكم انا غادي نقراها. نضرب لكم موعد غدا ان شاء الله في نفس الوقيته، دمتم في رعايه الله وحفظه، بصحتكم الفطور، سلام سلام.